حين النشرة ثلوج وسيول وحرارة منخفضة تجتاح لبنان. الرئيس عون إلى السعودية اليوم. مراسم جنازة المطران كبوجي. قد منها في السجن الإسرائيلية بزنزانة منفردة ضيقة مفردة لثلاث سنوات. وإسرائيل تنتقم من كل فلسطيني فرح بعملية الدهس. طابت أوقاتكم وأهلا بكم. في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، يغادر الرئيس ميشيل عون اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ويرافقه وفد وزاري رفيع يضم مختلف المكونات السياسية. وتهدف الزيارة إلى كسر الحظر الخليجي على لبنان وإعادة العلاقات إلى طبيعتها وعودة الرعايا الخليجيين إلى ربوعه. ولذلك أدرجت على جدول أعمال الزيارة إلى لقاء بين الملك والرئيس عون محادثات موسعة يشارك فيها الوفد الوزاري مع نظرائه السعوديين. ومن المقرر أن يزور عون والوفد المرافق الأربعاء قطر تلبية لدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقبل السياسة، لبنان في مهب العاصفة، ثلوج على 900 متر ومستنقعات مياه على السواحل. يشهد لبنان طقسا عاصفا وغزارة في تساقط الأمطار والثلوج على المرتفعات مترافقا مع رياح قوية وتدن في درجات الحرارة. وفي السواحل حولت الأمطار الغزيرة الشوارع إلى برك ومستنقعات بعدما فاضت قنوات تصريف المياه على جوانب الطرقات وانسدت العبارات، وشهدت بعض الطرقات انهيارات صخرية وانجراف الأتربة ما أدى إلى زحمة سير خانقة. في صيدا لازم الصيادون حرم الميناء ولم يخرجوا بمراكبهم كما جرت العادة لكسب قوتهم اليومي، وتحولت الأمطار إلى حبات من البرد في قرى شرق صيدا وإلى ثلوج في منطقة جزين. في بلدة السمقانية منطقة الشوف انهار حائط الدعم في إحدى المناطق ما أدى إلى قطع الطريق وتضرر السيارات التي كانت في المكان، وقد ناشد الأهالي البلدية ووزارة الأشغال لحل المشكلة. البقاع اشتدت العاصفة مساء وتساقطت الثلوج بغزارة على ارتفاع 1200 متر وما فوق، وتعطلت خطوط التوتر العالي وانقطع التيار الكهربائي عن عشرات القرى على خط رياق بعلبك، وأقفلت المدارس الرسمية والخاصة خشية اشتداد العاصفة. حال القرى والبلدات العكارية الواقعة على ارتفاع 1100 متر وما فوق لم تكن أفضل حالا، إذ أفاد رئيس بلدية فنيدق أحمد عبد البعريني إلى أن سماكة الثلوج وصلت إلى ارتفاع 15 سنتيمتر داخل البلدة عند نبع فنيدق، فيما وصلت إلى 21 سنتيمتر في القموعة. في قرى العرقوب وشبعة قضاء حاصبية تساقطت الثلوج ابتداء من ارتفاع 1300 متر وكست الأرض بطبقة رقيقة بلغت سماكتها حوالي 7 سنتيمتر. وفي الشوف تساقطت الثلوج من على ارتفاع 900 متر وما فوق، وأصلحت طرقات معظم قرى وبلدات الشوف الأعلى وباتت سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، فيما قطعت طريق جباع الخريبة معاصر الشوف والباروك. وعملت الجرافات التابعة لوزارة الأشغال والدفاع المدني بالتعاون مع البلديات على فتح الطرق الرئيسية، فيما أقفلت المدارس وأصيبت شبكة الكهرباء والهاتف بأضرار نتيجة العاصفة.
جرت مراسم جنازة المطران هيلاريون كابوجي برئاسة بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام في كنيسة سيدة البشارة في المقر البطريركي في الربوي، في حضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة والأجهزة الأمنية وشخصيات سياسية وحزبية وروحية. التفاصيل من هناك مع زميلة رواندا أبو خزام. رواندا يعطيك العافية، كيف كان الوداع للمطران كابوجي؟ نعم وعد، كما ذكرت أنه كان هناك حشد سياسي وأمني وأيضا من مطارنا في تشييع في جنازة المطران كابوشي، وحيث حضر الوزير سليم جريساتي الجنازة ممثلا الرئيسين عون والحريري، وأيضا منحه وسام الأرز الوطني من رتبة كوموندور، وكما قد حضر الجنازة النائب ميشيل موسى ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وايضا المطران سمير مظلوم ممثلا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وكذلك السفراء كل من السفراء سفير دولة فلسطين ممثلا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والسفير السوري ممثلا الرئيس بشار الاسد، وكما حضر ايضا السفير البابوي جابرييل كاتشيا. ووعد المطران كابوشي وهو مطران القضية الفلسطينية الذي أفنى عمره من أجلها ودفع ثمن مواقفه الشجاعة، اعتقله جيش الاحتلال عام 74، وأيضا حكم عليه بالسجن 12 عاما بتهمة دعم المقاومة، ومن ثم أفرج عنه بعد 4 سنوات بضغط من الفاتيكان، ونفي من بعدها إلى روما. وعلى الرغم وعد من النفي والإبعاد واصل المطران كابوشي نضاله ومن أجل الشعب الفلسطيني، وشارك عام 2009 في أسطول الحرية لإغاثة أهالي غزة المحاصرين، وكما شارك أيضا في أسطول الحرية على متن سفينة مرمرة عام 2010. اليوم ودع كل المواطنين اللبنانيين والسوريين وأيضا الفلسطينيين المطران المقاوم كابوشي هيلاريون كابوشي، وذلك بحضور سياسي وحشد شعبي، ودفن في مدافن الرهبان الحلبيين. وعد، نستمع الآن إلى أبرز ما جاء في كلمة البطريرك غريغوريوس الثالث لحام. هو أخي، أجل أخي، وقد جاهدنا معا في فلسطين، وفي شهر آب 1974 اعتقل من قبل السلطات الاحتلال الإسرائيلية وسجن وحكم عليه بالسجن 12 سنة. قضى منها في السجن السجون الإسرائيلية في زنزانة منفردة ضيقة مفردة لثلاث سنوات، وعينت آنذاك بعد ذلك نائبا بطريركيا في القدس. خرج من السجن في 6 تشرين الثاني 1977، وعينه على الأثر مثلث الرحمة البطريرك ماكسيموس الخامس زائرا رسوليا على الروم الكاثوليك في أوروبا الغربية حتى عام 1999. يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية في أول زيارة رسمية له منذ انتخابه، ويرافق عون وفد رسمي يضم وزراء الخارجية والتربية والمالية والدفاع والداخلية وشؤون رئاسة الجمهورية والإعلام والاقتصاد والتجارة، على أن يزور الأربعاء دولة قطر تلبية لدعوة من أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقبيل مغادرته رئيس عون اجتماعا للوفد الرسمي المرافق، وعرض خلاله برنامج زيارتين إلى الرياض والدوحة ومواضيع البحث بين الوفد اللبناني والجانبين السعودي والقطري، وتم تحديد أولويات النقاط التي سيتم التركيز عليها خلال المحادثات. وكان الرئيس عون قد استقبل في قصر بعبدة نوابا
من البرلمان الفرنسي في حضور النائب سيمو أبي رميا. كذلك استقبل وزير الدولة لشؤون الخارجية اليابانية كينتارو سونورا بحضور وزير الخارجية جبران باسيل، وجدد عون دعوة المجتمع الدولي إلى عمل مشترك لمواجهة الإرهاب ومعالجة أسبابه، وأكد أن لبنان يحفظ حدوده مع سوريا والقوى الأمنية تعمل على منع تسرب الإرهابيين إلى الداخل. وقال: نحن نتطلع إلى حل سياسي للأزمة السورية وعودة النازحين إلى ديارهم. العدو الإسرائيلي يهدم منزل منفذ عملية الدهس في القدس الأسير المحرر فادي أحمد حمدان القنبر، ويتخذ إجراءات عقابية بحق كل فلسطيني يحتفل بالعملية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا عقب حملة دهم لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، ووصف جيش العدو المعتقلين بالمطلوبين، من بينهم 6 اتهمهم بممارسة أنشطة ضد المستوطنين، وادعى العثور على معدات وأسلحة خلال حملة مداهمة وتفتيش في بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم. وقد كثفت سلطات الاحتلال هذه الإجراءات بعد عملية الدهس التي نفذها الأسير المحرر فادي أحمد حمدان القنبر في القدس، كما عمدت إلى هدم منزله الواقع في حي جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، وامتنعت عن تسليم جثمانه لعائلته بناء على قرار مجلس الأمن الإسرائيلي المصغر الذي شمل إجراءات عقابية أبرزها فرض الاعتقال الإداري على كل شخص يعتبره الكيان الصهيوني خطرا على أمنه، إضافة إلى وقف طلبات لم الشمل أي توحيد الأسرة الخاص بأبناء عائلة منفذ العملية، واعتقال كل فلسطيني عبر عن فرحته بهجوم القدس. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن كل شيء في العالم يتغير الآن فيما يتعلق بسوريا وعلى كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ومهمتنا طبقا للدستور والقوانين أن نحرر كل شبر من الأرض السورية. وقال الأسد في تصريح لعدد من وسائل الإعلام الفرنسية أمس: نأمل أن يرى أي وفد يأتي لزيارتنا حقيقة ما حدث ويحدث في سوريا على مدى السنوات الأخيرة، وأن يكون هناك في الدولة الفرنسية من يريد أن يصغي لهذه الوفود والحقائق. كما تطرق الأسد إلى محادثات الأستانة المرتقبة نهاية الشهر والتي ستضم العديد من الأطراف السورية بما في ذلك بعض المجموعات المعارضة. Of course we are ready and we announced that our delegation to that conference is ready to go when they define or when they set the time of that conference. We are ready to negotiate everything. When you talk about negotiation regarding whether to end the conflict in Syria or talking about the future of Syria, anything, it's fully open. There's no limit for that negotiations. Who's going to be there from the other side? We don't know yet. Is it going to be real Syrian opposition? When I say real, it means has a grassroots in Syria, not the Saudi one or French one or British one. It should be a Syrian opposition to discuss the Syrian issues. So the viability or let's say the success of that conference will depend on that point. Are you even ready to discuss your position as president that has been contested? Yes, but my position related to the constitution, and the constitution is very clear about the mechanism in which you can bring president or get rid of president. So if they want to change to discuss this point, they have to discuss the constitution, and the constitution is not owned by the government or the president or by the opposition. It should be owned by the Syrian people, so you need a referendum for every constitution. This is one of the points that could be discussed in that meeting, of course, but they cannot say we need that president or we don't need that president, because president related to the ballot box. If they don't need him, let's go to the ballot box. The Syrian people should bring a president, not part of the Syrian people. بعد الإعلان، قرصنة موقع جران ليستي.
طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق من المختصين في قوى الأمن الداخلي متابعة موضوع قرصنة الموقع الإلكتروني لمدارس الليسيه، وطمأن إلى أن لا داعي للخوف، كما اتصل المشنوق بوزير التربية مروان حميده وأبلغه بالخطوات المتخذة، وطمأن الأهالي أن مثل هذه القرصنة يقوم بها عادة هواة وليس لها أي طابع أمني. وأصدرت مدرسة جران ليسي بيانا أوضحت فيه أن الموقع الرئيسي للمدارس في فرنسا وليس في لبنان قد تعرض للقرصنة، ما أثار هلعا لدى أهالي الطلاب. وأكدت إدارة ليسي في اتصال مع الجديد أنه لا داعي للهلع، والموقع عاد للعمل بشكل طبيعي ولم يلحق بداتا المعلومات المخزنة أي ضرر. أكدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في اجتماع استثنائي لها في مقر الاتحاد العمالي العام التزامهم وتمسكهم بمضمون الاتفاق الذي أداره مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم برعاية وضمانة رئيس الجمهورية ميشيل عون، وأعلن عنه من القصر الجمهوري، ويرحبون بإدراج ملف المعاينة الميكانيكية على أول جلسة مجلس الوزراء بعد نيل الثقة. وشددت على أحقية الدولة في ملكيتها لهذا القطاع داعية اللجنة الوزارية إلى العمل ورفع توصيتها بما يخدم مصلحة الخزينة وحق المواطن برفع الأعباء عن كاهله، مستغربة عدم تطبيق البنود الأخرى من الاتفاق المتعلق بالتزام وزير الداخلية والبلديات تعليق العمل بإصدار اللوحات الذكية ورخص السوق والمركبات ونقل الملكية ووقف العمل بالقرارات التي تطال الصهاريج والشاحنات، متمنية على عون الإعاز إلى وزير الداخلية والبلديات تنفيذ الاتفاق. بعد الإعلان 6 جوائز لأرض الأحلام. أهلا بكم من جديد. أفادت وزارة الداخلية المصرية أن 8 رجال شرطة ومدنيا قتلوا عندما هاجم مسلحون نقطتي تفتيش أمنيتين في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأضافت في بيان أن الهجوم الأول الذي استهدف نقطة المطافئ الأمنية بالعريش نفذ باستخدام قذائف RPG وسيارة مفخخة وأسلحة آلية ومتوسطة وعبوات متفجرة. وقال البيان إن الأجهزة الأمنية بشمال سيناء تمكنت من تفجير السيارة المفخخة قبل وصولها للكمين والتعامل مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 5 منهم وإصابة 3 آخرين. وقالت الداخلية المصرية إن قوات الأمن تصدت لهجوم ثان شنته مجموعة إرهابية أخرى، وتضمن إطلاق نار بكثافة على نقطة المساعيد الأمنية، وأجبرت المهاجمين على الفرار. قدمت وزارة الخارجية الأمريكية التعازي لعائلة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، صفة إياه بالشخصية البارزة في تاريخ إيران. أعلنت السلطات الكويتية عن إغلاق مطار الكويت الدولي لسوء الأحوال الجوية، كما أعلنت مؤسسة الموانئ عن توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ 3 الشويخ والشعيبة والدوحة بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية، موضحة أن مدى الرؤية الأفقية انخفض إلى أقل من 100 متر ما استدعى التوقف مؤقتا إلى حين تحسن الرؤية. اكتسح الفيلم الاستعراضي لا لا لاند أو أرض الأحلام حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في هوليوود بحصوله على 7 جوائز، من بينها جوائز أفضل فيلم وإخراج وممثل وممثلة. وحقق الفيلم إنجازا قياسيا في تاريخ الجائزة، إذ لم يسبق أن فاز فيلم بهذا القدر من الجوائز فيها. وتشكل هذه الجوائز التي تمنحها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية مفتتحا لموسم الجوائز السينمائية مطلع العام، كما تمثل عادة مؤشرا عن الأفلام التي ستتقدم في حفل جوائز الأوسكار التي تعلن أواخر الشهر المقبل. وفي فئة الأفلام الدرامية نال فيلم مونلايت جائزة أفضل فيلم درامي، ويقدم الفيلم قصة شاب مثلي من ذوي البشرة السوداء ينشأ في حي فقير في ميامي.
وقبل الختام ننتقل للاطلاع على مستجدات العاصفة الجوية وأحوال الطرقات مباشرة مع زميل باسل العريضي. باسل يعطيك العافية، أين أنت تحديدا؟ وعد نحن بغرفة التحكم المروري. مثل ما عم تشوف يعني اليوم التجهيزات وقوى الأمن على أعلى جهوزية لمتابعة كل تفاصيل أحوال الطرقات وزحمة السير التي علق بها معظم اللبنانيين اليوم، خصوصا على مداخل بيروت. بحسب ما أفدنا منذ قليل، بحسب يعني معطيات غرفة التحكم، بأن طريق ظهر البيدر ما زالت سالكة فقط لسيارات مجهزة بسلاسل معدنية. أما فيما يتعلق بموضوع ترشيش، مثل عم نشوف مباشرة مع الشباب، يتعلق بترشيش زحلة هي فقط للسيارات الدفع الرباعي، سالكة فقط هذه الطرقات. كان منذ قليل يعني بحسب مصادر عن قوى الأمن منذ حوالي الساعة تقريبا على أن بدأ الثلج يتساقط على علو 850 متر. مثل ما عم نشوف على الشاشات الكبيرة بغرفة التحكم، هذه هي مداخل بيروت ومعظم بعض الشوارع بالعاصمة بيروت. مثل ما عم نشوف أن معظم زحمة السير التي علق بها اللبنانيون صباحا خفت نسبتها بشكل ملحوظ جدا، خصوصا بعد أن عمد قوى الأمن والأجهزة المختصة على فتح بعض الطرقات تحديدا في منطقة الأوزاع عند الكوستا برافا وأنفاق المطار التي كانت قد غرقت ببحيرات المياه. يعني هذه الطرقات دائما نعتاد عليها على هذه المشاكل اللي بتصادفنا دائما مع كل شتاء. على أي حال يعني بحسب بس فقط يعني اليوم التركيز حاليا في غرفة التحكم على المناطق الجبلية كما ذكرنا، تحديدا موضوع دهر البيدر اللي هو خط أساسي بين بيروت والبقاع. هذه الطريق سالكة فقط للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، ونعود ونذكر أن طريق زحلة ترشيش هي فقط سالكة لسيارات الدفع الرباعي. إذن وعد هذه هي حال الطرقات بالعاصمة. كان هناك زحمة سير داخل العاصمة، هذا شيء طبيعي بهذا الطقس، خصوصا يعني منذ حوالي الساعة تقريبا كان هناك أحد الشاحنات المعطلة داخل نفق العدلية، لكن سرعان ما تم معالجة هذا الموضوع وبدأ السير يعود تدريجيا إلى وضعه الطبيعي. نعم، الزميل باسل العريضي شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. كان في النشرة ثلوج وسيول وحرارة منخفضة تجتاح لبنان. الرئيس عون إلى السعودية اليوم. مراسم جنازة المطران كبوشي. غدا منها في السجن الإفسجون الإسرائيلية بزنزانة منفردة ضيقة مفردة لثلاث سنوات. إسرائيل تنتقم من كل فلسطيني فرح بعملية الدهس. للمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد .tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.